بس عشان اوضح لكم الصوره، انمار وليث وطلال وكل الجاليري باذن الله هدوا شوي هدوا شوي، بس مو قادرين. قادرين تهدوا؟ انا مو قادره اهدي. والعادي اليوم والعادي. احمد علاوي اليوم نورنا بكرفان صراحه. إلياكي. كل يوم بدي تكون معنا بكرفان بصير. اعتبروني معكم. خلص ماشي. احمد إلك انت حوالي 21 سنه بتشتغل بمهنه دي جي، احكي لنا عن مشوارك بهي المهنه وشو الصعوبات اللي بتواجهها بهي المهنه خصوصا بالاردن. اول صعوبه كانت تقبل الناس لهذا الشغل خصوصا الاهل. يعني انا كان عمري 16 سنه 17 سنه وتطلع تعرف الاعراس كلها كانت للساعه 2 و3 الصبح، كان هاي مشكله بالنسبه لنا. صح. شوي شوي بلشوا يتقبل الموضوع، هم هلا ما تقبلوه بس. هاي مثلا كانت اكبر صعوبه عندنا بجيلنا، يعني كان صعب الواحد فينا يتاخر زمان بالليل. هلا بعدين صرنا نحاول نلحق الناس اللي برا، نلحق الاكويبمنت تبعتهم، نلحق لانه هاي الاشياء عم تكلفنا مبالغ منيحه، فعم نحاول نلحق الناس هدول في التكنولوجي تبعتهم. كانت هاي من الاشياء اللي كثير صعبه بالنسبه لنا لانه ما كان في دعم عنا. بس الحمد لله يعني انا ومجموعه صغيره من شباب الاردن بنينا حالنا ووصلنا الحمد لله مناطق كثير منيحه. طيب كيف طورت حالك خلال ال 21 سنه؟ اكيد اختلف زمان عن هلا. طبعا هلا بكفي انك انت تنتقلي من مرحله يكون عندك شنات سي ديز كبيره وكاسيتس، وتخيل انت تكون في عرس ويجي بدك غنيه بالوجه الثاني في اخر واحده تقلب الشريط وعيد وقدم قصه. يعني اتطورنا بصراحه لانه لازم نتطور، يعني ما بتقدر ما تلحق التكنولوجيا زي الكوميونيكيشن زي الاتصالات، لازم تلحقهم. صح. اذا ما لحقناهم رح نضلنا ورا. طب دي جي ناوي على البوم قريب بعيد؟ انا بصراحه هذا الموضوع يعني كثير حاب احكي فيه هون خصيصا عندكم، يعني ينطلق من عندكم. انا ان شاء الله عم بشتغل انا والمايسترو خالد العلي على البوم ان شاء الله رح نرفع فيه اسم الاردن كثير عالي ان شاء الله، يعني رح نتعدى فيه ان شاء الله يا رب حدود الشرق الاوسط باذن الله يا رب ان شاء الله موفقين. طب احنا حكينا عن خليني احكي المشاكل او الناس اللي ما تقبلت موضوع انك تكون دي جي، بدي اسالك عن الناس اللي تقبلت وبالعكس بجوز دعمتك، في ناس معينين بتحس دعموك؟ في ناس طبعا دعموني يعني وتحملوا معي كثير، يعني زوجتي كنت اتاخر عليها كثير، يعني كنت انا اطلع من البيت اضلني هاكل هم البيت. صح. بتعرفوا الصغار الصيفه بدي اقول لها شكرا كثير على تحملتيني وتحملك كثير. صديقي اللي اخر اربع سنين دعمني وقدم لي الناس بالطريقه اللي انا بستحقها محمد المدفعي، انا بكن له كل احترام، هو اخوي الكبير يعني حبيبنا ابو المدفعي. كثير ساعدني الفتره الماضيه وزي ما قلت لك قدمني للناس بالطريقه اللي انا لازم ابين فيها قدام الناس. حلو. فانا بشكره كثير. رهيب. بتحس موضوع الدي جي الاردني له مستقبل مثلا حتى في محليا او لبرا؟ يعني يمكن احنا متعودين انه لما يكون في ايفنت مثلا كثير محرز بنجيب دي جي من برا، ممكن. صح. نوصل لمرحله الدي جي الاردني يصير مطلوب اصلا؟ دي جي الاردني مطلوب برا، احنا عم نشتغل برا. يعني انا بالنسبه لي رحت على ابو ظبي، رحت على دبي، اشتغلت في بيروت، بالوطن العربي بالسعوديه اشتغلت في دي جيز كثير. اصحابنا بهذيك اليوم بتابع سناب شات تبعهم ببانكوك بكندا، صديقنا رجا كمان ابو يوسف تحية. كمان كلهم في اسامي جد اللي احنا اصحابنا اللي بنعرفهم بيروحوا يعني عم احنا مميزين بالعربي. يعني انت عم تقدر تجيب اي دي جي لحفله انجلش سهل، بس بالعربي كثير الاردنيين مميزين بصراحه. صح. ما حدا زينا. فذات هو احنا مهمين مستقبل الموضوع لسه لقدام انه كثير. طبعا رهيب. كل المستقبل ان شاء الله حبيبي. وايامك كلها سعيده واحلى دي جي بالعالم. الله يخليك انت هلا احلى دي جي عندنا حبيبي حبيبي ابو العلامه.